العملية ديال سحب البطائق كانت عملية ناجحة 100%، حتى عملية الخلاص ديال لاكارت كانت مزيانة، غير كنتمناو هذا الشيء هذا يتجسد على أرض الواقع، هو الدخول للملعب. بغينا الدخول للملعب يكون بنفس الطريقة، يعني كاين تنظيم، كاين كل شيء، ندخلوا مرتاحين، ما ندخلوش وحنا معنكشين وحنا يعني مزاحمين ولا شي حاجة، ندخلوا مرتاحين. هذا الشيء اللي بغيت نقوله، بغيت نقول واخا شي الوداد راه في القلب، واخا يديروا حتى 1000 درهم 2000 درهم راه نخلصوها، ما عندناش مشكل، غير هو يكون التنظيم. هاد الفلوس اللي خلصنا هنايا يحيدوا منه واحد الحيز يخصصوه لخدمة الجمهور، ماشي لخدمة ريوسهم، اللي خدمة الجمهور. بالنسبة لبادرة الخيرات مزيانة، دونك كتش بحال كاع كنقول كاع لي كلوب نورمالمون لي سبورتير ديالهم كاع كتكون عندهم كارت دابونمون انويال. والوداد مشينا على المنوال هذا وهي سي رونطابل، فهمتيني؟ غتحيد لك شاك فوا تبقى غادي وجاي باش تقطع التيكي والمسائل. وبالنسبه لكم لو بري راه سي ابوردابل ومزيان، مول 400 درهم راه كيمشي 400 درهم، مول 900 درهم كيمشي 900 درهم.